في إطار متابعتنا في برنامج صباح الخير يا مصر لفعاليات مؤتمر المناخ في نسخته 27، معنا طبعا لقاء مهم جدا للأستاذ محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. صباح الخير عليك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، شرفني كم معكم. يا أهلا بيك. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دائما ما يقول بأن التغيرات المناخية مثل السرطان في العالم كله. ما هو برنامج الأمم المتحدة في استئصال هذا الورم الخبيث أو إنجاز التعبير التعامل معه بأي طريقة أيا كان؟ تمام. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحقيقة بيشتغل في دول النامية لمساعدة دول النامية على مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال برامج متعلقة بالتخفيف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، دعم أنظمة الطاقات الجديدة المتجددة الصغيرة، وأنظمة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن ناحية التكيف مع التغيرات المناخية في مناحي المتعلقة بحماية الأراضي المنخفضة من ارتفاع مستوى سطح البحر، تكيف قطاع الزراعة، وتكيف قطاع المياه. احنا يمكن برضو في مصر لنا شغل خاص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة في إعداد التقارير الوطنية اللي بتقدمها الحكومة المصرية لسكرتارة الاتفاقية الطريقة للتغيرات المناخية كل 5 سنين، يعني في حاجات كل سنتين وحاجات كل 5 سنين، هي بتبقى تقارير مهمة جدا لأنها بتحدد الوضع التغيرات المناخية على مستوى الدولة، القطاعات المهددة بالتغيرات المناخية والإجراءات. عظيم. طيب وفقا لهذه التقارير أين توجد مصر في هذا الملف؟ هو على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية، التقارير دي بتحدد القطاعات الأكثر تهددا بالتغيرات المناخية، وهي قطاع المياه، علشان مصر بتعتمد على مصدر رئيسي للمياه هو نهر النيل، فأي تغيرات بتحصل في قطر سقوط الأمطار على عالي النيل بتأثر في الفيضان بتاع نهر النيل. الزراعة بتتأثر طبعا بصورة كبيرة جدا بالتغيرات المناخية، تركيب المحصول الحالي مع ارتفاع درجات الحرارة يمكن يحصل انخفاض في بعض المحاصيل وزيادة في انتاجية بعض المحاصيل. القطاع الثالث المهدد الحقيقة في مصر هو الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل المهددة بالتملح نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر أو الغرق لا قدر الله. فده على مستوى التكيف مع التغيرات المناخية. بالنسبة للتخفيف أو الحد من الانبعاثات، يمكن التغيرات المناخية ليها أثار سلبية متعددة، لكن برضو في بعض الإيجابيات، إن احنا شفنا إن الزخم الكبير حوالين التغيرات المناخية وقادة العالم ومشاركتهم في هذه الفعاليات أدت إلى تطور غير مسبوق الحقيقة في تكنولوجيات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ودي بتدي الحقيقة فرص كبيرة لمصادر للطاقة أو كهرباء منخفضة التكاليف، وفي نفس الوقت بتضمن تأمين مصادر الطاقة لدولة زي مصر. عظيم. المؤتمر هذا العام مختلف، المساحة ضعف المساحة، عدد الأشخاص المشاركين أيضا عدد كبير للغاية، ومصر نجحت في أن هي تنظم هذا المؤتمر بهذا الشكل، يكون فيه وفود من كل دول العالم، وفي نفس الوقت عندها المبادرات وعندها الأجندة وعندها ما قدمته من بيانات رسمية بتؤكد وبتقول مصر وصلت فين في هذا الملف. ده مردوده إيه على الاستثمارات في هذا القطاع؟ طبعا احنا لازم في البداية نشيد بالتنظيم، ده يمكن أكبر مؤتمر للمناخ، يعني حقق رقم قياسي في عدد المشاركين السنة دي، والحقيقة في سهولة كبيرة جدا في تحرك الناس وحضور الجلسات والخروج والدخول من مركز المؤتمرات والوصول إليه في المقام الأول. فالحقيقة لازم نحيي قائمين على تنظيم هذا المؤتمر، فعلا نجاح تنظيمي كبير جدا. بالنسبة لمشاركات مصر الحقيقة في مجال التغيرات المناخية دي بيطلق عليها قمة التنفيذ، وأنا أعتقد أن التنفيذ بدأ بالفعل، أو في علامات كبيرة بتقول أن التنفيذ بدأ بالفعل. في مصر يمكن شهدت طفرة كبيرة في ال5 سنوات الماضية في مجال استخدامات الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة. يمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي شارك مع وزارة الكهرباء في برنامج مهم جدا الحقيقة على دعم تحول السوق المصرية الإضاءة الموفرة للطاقة المعروفة باسم تكنولوجيا LED. حصل طفرة كبيرة جدا في هذا الموضوع في مصر في السنوات الأخيرة، بنتكلم على وفرات كبيرة جدا تحققت نتيجة تحول الشعب المصري بمؤسساته وبأفراده بالمنازل لاستخدام الإضاءة الموفرة، وبنقدر هذا الخفض في استهلاكات الكهرباء يمكن من 10-15% من استهلاك الكهرباء في مصر نتيجة بس تحول
السوق المصرية للإضاءة موفرة للطاقة، وده اللي بنطلق عليه تحول الطاقة، منظومة تحول الطاقة، لأنها بتبقى مجموعة من التكنولوجيات المتعاقبة اللي الدول بتنتهجها بصورة كاملة، مش مجرد محطات كبيرة وخلافه، وهو ده اللي بيعمل ما يطلق عليه بتحول الطاقة. وأنا شايف إن هو مصر بدأت في هذا الموضوع، وطبعا ابتدى بنشوف العلامات الأولى لمظاهر التوسع في استخدامات الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر. ده على نطاق التخفيف. في مجال التكيف الحقيقة احنا عندنا مشروع كبير دلوقتي مع وزارة الري لحماية الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من الغرق. بنقيم جسور ترابية على مسافة تصل ل 70 كيلومتر، المفروض انها هتحمي الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من الغرق، وخصوصا أثناء النوات والعواصف الضخمة. أستاذ محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك فندم، سعدت بلقائك. شكرا.